هذه امرأة تسأل فتقول إنها طال بها أمد الحيض لمدة غير طبيعية، تقول ولا أدري ما العمل في ذلك حيث أن الدم مستمر في الخروج. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس عادتها إن كان لها عادة، عادتها إن كان لها عادة تجلسها، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام غالب الحيض. فإن لم يكن لا يعني لم تعرف هذا تقتدي بعادة نسائها، تقتدي بعادة نسائها، نعم، يعني قريباتها، نعم.